كتير، مع انه ما يمكن مادياتهم مش مضبوطه للناس ضدهم، بس كيف بيقدروا يبنوا شيء. بعدين اكيد الحريه بالحب، هو الحب هو بيعطيك فسحه الحريه، بتلاقي حالك يعني وقت تعشق بتلاقي حالك واهيه الدنيا، الكون واسع تكبر كبير مش صغير يعني. وقت تكون مثلا متضايقه بتلاقي كل شيء مسكر عليك، كل شيء اسود، قاعده بالاوضه مسكره، وقت تلاقي حالك مبسوطه وفي محبه وحب قلبك بتلاقي الكون واسع. من هيك كمان بحب دي سريع قطشتك، انه واحد وقت يكون عنده كل شيء يعني مرتاح ماديا، شغله كثير، عنده شهره وهيك، بس بتشوفي انه ما عنده حياه عائليه مضبوطه، او ما عنده حدا بحبه، بيقولوا له ايه بس ناقصه اهم شيء اللي هو الحب، اللي هو بخليك يعمل ايبانويسمون يعني اتزان داخلي، يعني كمان بيعمل اكيفالون يعني اكيليبر داخلي كمان. ليه يعني الفصول اللي قسمتيها لو كو دو فود بالاول، لامور فودغايون، بعدين لي زيبين دو لامور، جو تيم مالغري تو، بعدين لي سوبير دو لامور، لي فو دو لامور، ولامور فانكور، شو ليه هذا نوع من التطور يعني للحب، او هودي مراحل من الحب؟ هلا الحب اكيد واسع يعني بنعيشه، انا بلاقي لحظه الحب هي العالم كله، لحظه الوحده مع الحبيب تتشارك بالعالم كله. فهون انا حبيت انه هي القصه لانه اثنين بحبوا بعض، انه اول شيء الكود فوت، انا بامن بالكود فوت يعني يا شيء انوجد يا شيء ما بينوجد بحياته، حب بس اكيد انه بس بده يكون في اختبار، مش انه كل ما حدا عجبنا يعني هذا الكود فوت، يكون تحس مضبوط جواتي، بتحس الفرق، ما في شك. فاكيد انه هون تطور هي القصه، اذا لاحظت هي صح شعر بس من اولها لاخرها قصه يعني، هذا يمكن هذا ميزه، هذا بيميزها بميزه انه كانه قصه بس بدل ما يكون الحوار نثر، حوار شعر يعني. هيدا يمكن ميز هيدا، كانوا عم يقروه عم يقول لك كثير اوريجينال يعني، اذا رجعنا شوي لورا مثل شوي شكسبير بيكتب مسرحيه، بس هالستيل يعني قصه على ستيل ديالوج هذيك كثير شكسبير. ايه انا جادور هلا في فيلم نازل لشكسبير مع انه كلهم قايمين ضده يعني. نعم، على كل حال ما بعرف اذا عندك اخر كلمه توجهيها يمكن للنساء اللبنانيات اللي اليوم كلنا من حزه الشيء ومن الحب، شو بتقولي لهم قبل هالاعياد؟ نعم يمكن. انا بقول للكل انه الحب هو الريزولوشن، هو الجواب عن كل شيء عنا، يعني حب وشوف الحياه بتتغير. واكيد للنساء بقول انتم ما نكون الجنس الاضعف، انتم بالعكس الجنس الاقوى، لان فيكم تحبوا اكثر، ما في شك. حلو كثير الحب ما بيخلص، ونحن عنا نعمة العطاء، لازم على طول لانه بالعطاء في السعاده، مزبوط، وقتها بناخذ بدون ما نفكر مثل ما هيدا موجود بالانجيل. نادين سلام، نحن كان اكيد سعاده انه نقعد بهالجلسه المحبه سوا. جوتيم مالغري تو عن دار درغام، وقعتي بالسلام دولي فرانكوفون، وبنقول لك موفقه، وان شاء الله نرجع نستضيفك لكتب بالعربي وبالفرنسي. ميرسي. مشاهدينا الكرام، انا بشوفكم نهار السبت بمقابله مميزه.